بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الفاتي أسيدز أو الأحماض الدهنية. الفاتي أسيدز عبارة عن two types، أما يكون saturated fatty acid أو unsaturated fatty acid، أحماض مشبعة أو أحماض غير مشبعة. الفاتي أسيد long chain عبارة عن سلاسل طويلة من الهيدروكربونز، من الكربون والهيدروجين، ending in COOH، يعني تبقى long chain of hydrocarbon وتنتهي في الآخر ب COOH، مجموعة الكربوكسيل، مجموعة الايه الاسيديتي. يبقى ده حامض دهني عبارة عن سلسلة طويلة جدا من الهيدروكربون اللي بينتهي بمجموعة الكربوكسيل. عدد الكربون from 16 to 18 pair molecules. يبقى الفاتي أسيد may be saturated fatty acid، أحماض دهنية مشبعة، contain only single covalent bond. يعني لو عندي long chain زي ده كده وجيت اشوف لقيت كل البوند الموجودة single bond، single covalent bond، يعني ربطة تساهمية احادية، يبقى في الحالة دي ده saturated fatty acid، ده long chain of hydrocarbon end with hydroxycarboxyl group. طيب this means there is no double bond between the carbon atoms. يبقى امتى يكون saturated؟ لما يكونش فيه روابط مزدوجة بين الكربون وبعض. ده دايما بيبقى solid at room temperature، يعني ده بيبقى صلب في درجة حرارة الغرفة، example اللارد والبتر. ده بيسموه الباد for our health. ليه ده بيسموه الباد اللي هو سيء بالنسبة لجسمك؟ لأن ده السورس بتاع ال LDL كوليسترول، يعني اللي بيديك الايه كوليسترول السيء اللي هو low density lipoprotein كوليسترول. النوع الثاني اللي هو unsaturated fatty acid او الاحماض الدهنيه الغير مشبعه، contain one or more double bond in the carbon chain، يعني this is a long chain of hydrocarbon and with a carboxyl group، يبقى ده fatty acid. Now I want to see the double bond. If you see one or more double bond, double covalent bond between the carbon atoms, so this is the unsaturated fatty acid. And this liquid at room temperature هو في الحالة دي يبقى سائل في درجة حرارة الغرفة. Example طبعا ال vegetable oils، الزيوت النباتية، طبعا أفضلهم خالص هو الأوليف أويل، زيت الزيتون. وده بيسموه الـ good for our health. ليه هو جيد بالنسبة لصحتنا؟ لأن هو بيمد الجسم بالـ HDL كوليسترول، الكوليسترول الجيد اللي بيحافظ على سلامة الأوعية الدموية. يبقى الفاتي أسيد دلوقتي أما يكون saturated، وده بيبقى solid at room temperature example butter، أو يبقى unsaturated وده بيبقى oil عبارة عن زيوت liquid at room temperature. ده في نوعين، اما يكون السيس او الترانس. as you see this is the السيس and this trans fatty acid or trans fats. so what is the polyunsaturated fatty acid؟ ايه هو الحامض الدهني عديد او الغير مشبع العديد؟ ده عبارة عن ايه؟ there is more than one double bond in the hydrocarbon chain. لو عندك ربطة مزدوجة أو أكتر يبقى على طول ده يبقى ده بولي unsaturated fatty، طالما هم أكتر من إيه، من ربطة، يعني ربطتين أو أكتر، وانت طالع بيسموها بولي unsaturated fatty acid chain.